شي بشير على ميزان سخانة كرسي الصراحة. كرسي الصراحة. صراحة بي. تزكزيك ليه؟ بي. والوضوح. بي. أنت إنسان واضح ولا ليه؟ واضح على الآخر، أما واضح في حاجات في المعقول. بي. علاقتك بزميلتك الفنانة مايا. في سلم 10 درجات. وين تحطها؟ خيانة، زملاء، نخدموا أي رقم. رقم 10 تبقى ديما أصدقاء وخيان وزملاء ونحبوا بعضنا، وكي تواتي نتقابلوا، وكي ما تواتيش خاطر هي تخدمونا نخدم. تبعث لها رسائل؟ إي. تهنيها؟ نهنيها وتهنيني وتطلبني ونطلبها وعادي، تواتي بيريود هي سبحان الله أي إنسان يواتي وقت إنه حتى التليفون ما عادش ينجم يحملوا عادي. وقت اللي تعديت معانا قلت كنت أصحاب مع برشا ناس في الموسيقى، لكن ما لقيت كان الكلام الخايب. دورت غربالي برشا طاحوا من الغربال. هل انت من الناس اللي طاحوا من غربال مايا ولا ليه؟ لا ما نتصورش. ما عندهاش ما نعرفش جمعه 10 ايام كلمتني مايا ونكلموا بعضنا ما... كان جيت طحت من الغربال راهي ما تكلمنيش وما عنديش علاش خاطر انا ما وصلتش بحاجه عيب. ما وصلتش لا بكلام لا بفعل، بالعكس انا فرح لها وتفرح لي. كما قلت لك معناتها حكم المشاغل الحياه هي تتلهي وانا نتلهي، نجموا ما نتفقدوش بعضنا ما نسالوش على بعضنا في اوقات، اما نبقوا ديما حبايبات وخيان. وقتاش الديو؟ ديو انا ومايا يحضر، وقت اللي يحضر تهز التليفون نمشي لها عادي. بطلب منها هي؟ بالطبيعه لو ديو لازم يهبط عندها هي، لازم تكون هي مقتنعه بالغناء اللي تحب عليها. بطلب منها هي نمشي في كل وقت، هذاك يسمى دين بالنسبه لي انا. درجه الحراره 38. به نفس السلم من 1 حتى 10 ونبدل مايا بنرمين صفر. ما عنديش بها حتى علاقة تربطني بنرمين صفر. دونك قداش تحط 5 4 10 معناتها ما عنديش علاقة بها. اي من 1 حتى 10 قداش نحط؟ 10 10 معناتها علاقة جيدة جدا. لا لا بالعكس عاد اقلب الواحد سما بي واحد. 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 في بالي نمبر 1 هو الكل. لا لا لا. من 1 حتى 10. نمبر 5. نصحتك. يعطيها الصحة يرحم والديك. قالت لي كمل قرايتك، ما عادش تحكي على الناس. ما يسالش، خلت تشري لي كارتابلة ومنديل وخلنا نطلع عمل جديد نمشي نقرا، شنو المشكل؟ كمل نصيحتك. تستحق كرتابة؟ بالطبيعة ما باش نقرا بالطابليت. من عند نرمين كرتابة باش تاخذها؟ نرمين الكراتب الكل. لكن؟ لكن؟ المعنى هو إنه الإنسان يلزم يكون واعي. إي. قبل ما يحكي على الناس باش ما يغلطش في الناس. إيه؟ ويلزم تكون عنده مستوى من الثقافة اللي تخول له إنه ما يغلطش في حق الناس. وهي تنصحك إنه يلزمك تتعلم باش ما تغلطش في حق الناس. نتعلم شنو؟ نتعلم نتكلم، نتعلم نقرا، شنو؟ نتعلم تقرا وتتعلم تتكلم وتتثقف. اي. باش ما تغلطش في حق الناس. مثقف والحمد لله سادسة دلة، ما مثقف، ثقفتني الحياة مش القراية. مش القراية كل شيء راهو ثم برشا مثقفين وماخذين دكتوراه في برشا فازات وما همش مثقفين انهم باش يتحدثوا مع الناس ولا باش ينجموا يعيشوا مع العباد. علاش متفلت حتى فرصة باش تكلاشي نرمين صفر؟ ليه بالعكس. بالعكس هي بدات الكلاش وانا ما عنديش وقت باش نكلاشيها، ما كي تسهلني نجي انا مع منشط مثال ويسهلني ما نعرفش شكون يرشح روحه لرئاسه الجمهوريه يلزمني نجاوب تحب ما نجاوبش يلزمهم ما يسهلوش. لو كان هما يراو قله التربيه جوابي المنشط نجم يكون قله التربيه اكثر مني اذا كان سهلولي. عليه هو المنشط سالك لما يقول مثلا تحب تترشح انت تقول مثلا يلزمني نقول ايه؟ ربي عينها. شنو هي ربي عينها؟ هي ربي عينها على كل حاجة تعملها به هي ربي عينها، ما عنديش مشكل معاها كشخص راه. أنا مع نرمين ما عنديش مشكل معاها كشخص، أنا نعرفها قبل وطفلة متربية كإنسانة نحينا من الكليبات ومن الغناء ومن الإيماج اللي تصنع فيها. طفلة متربية ودابها داب روح أنا نعرفها راه. تقابلنا قبل وقعدنا مع بعضنا وتحدثنا مع بعضنا. ميلة. أما هو السؤال اللي حل النقاش الكبير بيني وبين نرمين هو معك أنت وقتها في الموزايك. أعطيت رأيك في غنايتها؟ ما عجبهاش هي وقتها مشيت في الليل شدتني بالكلاشات شاب بشبوش ويروح يسكر ويضرب العباد وأنا ما الحمد لله تابع لي ربي فاش من قبل شهر الفضيل الحمد لله بطلنا الحكاية زايدة الكل. فاش قام أنها باش تحكي هكاك أنا أعطيت رأيي.
نجم هي يوم تغدو تقول له والله الاغنيه نتاعك يا ماستا شاب بشير ما كاروش يغنيها كيك ما تغشش منها. توجعك؟ لا ما توجعنيش، علاش؟ لو كان انا اي حاجه نعملها باش الناس الكل تحبها، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام مش الناس الكل حبوه ولا الناس الكل حب ذولي القرآن اللي أرسله ولا الحديث اللي يقول فيها، مش الناس الكل حبته. معناتها أنا ما يقلقنيش إنه باش يجي واحد يقول مثال أغنية بشير هذيك ما عجبتنيش ولا خايبة ولا ما حقوش عملها. أما كنت نجم، كنت نجم تنهي النزاع وغلطت في حقك من بعد حسب كلامك، تقول أنا غلطت في حقي يا أخي أنا ما عادش نحكي. لما سئلت عليها ترشح للرئاسية جوابك كان مستفز بالحق، تو ينتخبوها جماعة الخمار لخموري. هذا جواب؟ ما خاطر ما شنو معناتها تو رجال باش لاغمها ونساء شاد الدولة ووزرة والله أعلم بهم ناس اش قارين واش قادين واش عاملين باش يوليوا رؤساء ولا وزراء والبلاد ما ركحتش، خلي باش شدها نرمي نصفر. تتفادلك هي؟ هي حتى أنا نفادلك، كنا نفادلك كل حياة كلها تفادليك. ما هو تفادليك يوجع ساعات. لا ما يوجعش، عاد شنو يا اخي انا سبيتها ولا قلت لها كلمه عيب؟ كيف انت تفكيرك هكا برا امشي مع جماعه الدرب ولكحل الفن راه يحب الالوان. لا ما نحبش الدرب ولكحل انا. انا نحب الالوان، نحب الحياه، نحب ال... نحب انت الناس ضد اللي الجمال، انت ضد الالوان. انت للاسف قاعد تخسر في جمهورك لانك تابع الدرب ولكحل. لا لا استغفر الله العظيم. كلامها شو معناتها ضربوا لك حل ساعة؟ معناتها ضربوا الناس المتشددة. لا لا كان جيت متشدد راني من راني بطلت الغناء وراهو ما عنديش ينسى يصوروا معايا، أنا نحب الحياة، نحب الجمال، نحب الألوان، نحب المرأة، نحب الدنيا الكل، ما عنديش مشكلة. الإيماج اللي خرجوا لي فيها كمتشدد وك ضربوا اكحل ومدري شنو، عكس هذا مادام تشوفوا فيا على موتور ونصور في كليب مافيوز انا وهيفا عارفوا راه الحكايه فارغه، ما انت سايب عليكم منها. درجه الحراره 39. عائلتي استقرت في ايطاليا وانا مهاجر من تونس ما عادش قاعد فيها. صغاري غاديك لاقين قدرهم اكثر. تصريح كيما هكا دار برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. فما شكون خذاه بسخريه لهنا الاعلاميه كلثوم السعيدي. حتى الشاب بشير نتاع غنية ولد اللبة باش نترزاو فيه باش يمشي لإيطاليا ويخلينا فاس فاس مع اللبة. يا ربي لماذا؟ 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 ولا مانيش باش نخليك راس راس انت واللبة، خاطر اللبة بيدا راهي موجودة في إيطاليا، تحية لميمتي موجودة معايا. ولماذا؟ أي ظن أمور ما تخصنيش. تحكي اش تحب. معناتها ورايها شخصي. معناتها ماكش هجرة أدمغة باش نبكيو عليك معناتها. شكون قال لكم يبكوا؟ كان جيتوا خايف عليكم وأنا شريتكم برش بابي مشوار اللي عرضني نقول له شد امسح دموعك. ما عادية الحكاية، مشني أول واحد ولا وللتوضيح راهو ما ثميش حاجة اسمها هجرة إنه أنا ما عادش موجود في تونس ولا ما عادش باش نخدم في تونس، بالعكس أنا موجود في كل وقت في تونس، خدمتي لهنا وعالمي وحومتي ودنيتي وكل شيء. اما عائلتي موجوده غادي يمكن راهم ينجموا يعيشوا غادي اكثر وعندهم مده ديجا وما سرحتش كان المده اللي فاتت. انت جاد في قرار الهجره ولا موجودين هما ديجا هجروا كملوا؟ انت جدي ولا كيكا تعنتيزة طلعت لك؟ انا نقول لك عائلتي موجودين عندهم مده في ايطاليا وانا نمشي ونجي عليهم واما خدمتي ودنيتي وعالمي موجودين. عائلتك الكل معناتها كلها مشيت غاديك؟ حرقوا؟ عليه حرقوا لطف. ليه نسأل لا مشاو بوراقهم وقعدوا غاديكا. قعدوا استقروا غادي؟ الحمد لله. خذوا بطاقات إقامة واستقروا؟ الحمد لله وما شاء الله عليهم وصغيرات هاكم يقراوا. اللي لهنا بقيت ندور بهم من مكتب لمكتب ودخلتهم بريفي ومن بعد بنتي سنة ثانية تجيب لي في 17 ما تعرفش الأ والبي والسي. ما نحبش ندخل في برشا ديتاي. تخلقت برشا المدة اللي فاتت إني ما نجمتش لا نخدم لا نعمل مشروعي كيما نحبانا، تخلبزت الحياة إني قررت إني تبديل السروج فيه راحة. تنجم تغير من مكان لمكان، تنجم حياتك تتبدل الخير وما أحسن، من قبل ما معروفة الحكاية. باش تمشي تعمل غادي؟ تعرف كنت تغني؟ إي ماشي نغني، مانيش باش نعمل نمشي نغني. تغني لتلين؟ لتلين شنو باش تغني؟ عليها موجودين توانسة ما شاء الله مغاربة جزيرية، أنا مكثورية خدمتي في البريود الشتاء ديما نخدم أكثر في أوروبا أكثر من اللي في تونس. من أسباب تفكيرك في الهجرة المشروع الفلاحي اللي عملته؟ هذا مش أسباب، هذا السبب الرئيسي، هذا أكثر سبب. مشروع ما نجحش؟ مش ما نجحش، هما ما نجحونيش. كيف
فيش هذه معناتها اقصى اشكال التواكل. ليه عاد هما ما نجحونيش؟ لا نكمل انا نحكي لك وانت قول لي بشير كلامك صحيح ولا لا، نقبل نقدك انا. هيت انا جيت ما بين مجاز الباب هذه السنه باجا عملت فيرما صغرون، عملت مشروع تربيه الابقار، عملت تربيه العجول، عملت تربيه الاغنام. ما شاء الله الحمد لله والشكر لله، صرفت برشا فلوس. اي بعد ما صرفت برشا فلوس مشيت قبل ما نصرف ساعه فلوس مشيت للبلديه، رئيس البلديه تاع مجاز الباب مشكور لي عطاني رخصه الماء والضوء نتاعي بحكم اللي انا باني باموري مريقله معناتها ومركح اموري مريقله. ما شاء الله برشا خيول وبرشا بقر. الحمد لله صرفت اكثر من مليار كيك. مشيت لرئيس البلد يعطاني رخصة مثلا نتاع الماء والضوء واموري واضحة، مشيت للمعتمد بعثني للوالي، مشيت للوالي بعثني للستيك، مشيت للستيك بعثوني للسونات، درت من هنا درت من هنا ما لقيتش حتى حل. جاء وقت الصيف خويا معناتها الفلاح الكل ضعضعت وانا متقوي والحمد لله ولاباس وديما العمل على ربي. وصلنا انه جاء الصيف البقرة تشرب في 100 لتر ماء وانا ما عنديش ماء نشرب الماء بالفلوس. ما عنديش ضوء. بعد اللي بنيته الكل وجدت عباد استرزق عباد تخدم على رواحها معايا تمشي للمعتمد يبعثك الوالي، الوالي يبعثك للستيك، الستيك يبعثك للسوناد، بقيت ندور في حلقه كل واحد يبعثني لواحد. شو عملت في الاخر؟ في الاخر بالكل بعت كل شيء، خسرت 70 مليون في اكثر من 70 مليون في في المواشي اللي شريتهم. ابار اللي خسرته انه علف وماء وكل حكايات هذاكم الكل، وخليت الفيرما كامله جمل بما حمل وخليتها. من نهار اللي خرجت ما مشيت لهاش لتو. عفتها. اوكي جيراني تو اللي تفرجوا فيا يعرفوا من نهار اللي خرجت من البلاصه هذيك لتو انا ما مشيت لهاش وعفتها وزعفتها وكرهوني فيها صراحه، كرهوني فيها. انا كمواطن عادي نمشي نطلب باش يجيبوا لي الماء ما يجيبوا ليش الماء، نمشي نطلب الضوء ما يجيبوا ليش الضوء. من بعد يبعثوا لي دوفي في 31 مليون يقول لك تحب تدخل الضوء على حسابك دخل على حسابك. اللي جاري من هنا 200 متر عنده وجاري من غادي 200 متر عنده حومه كامله عندها، جيت انا في الوسط قال لك لا لازمك تجيب بوتويت على حسابك وتقد على حسابك وتعمل على حسابك. بعت كل شيء خسرت برشا فلوس اما ربي يعوض لي ان شاء الله. وحبيت تهش؟ مش حبيت هجيت. هيك بحذايا كيفاش هجيت؟ اي راني يعني منعت عائلتي ومنعت دنيتي غاديكا وانا راني نمشي ونجي ونخدم وديجا انا سنه موجود في المهرجانات عندي عباد معربين عليا من القديم وعباد مازالوا يعربنوا باش نقول لهم راني موجود سيزون سنه موجود نخدم على روحي عادي اما العائله راهي استقرت لبرا. درجه الحراره 40 بديت تكسيلاري. اللي ما تحبش تقوله بشير اللي انت عملت الفيرما تمهيدا باش تخرج من الفن بشوي بشوي. يا ليش ليه؟ الهدف بتاعك تعتزل الفن نهائيا. معلش ليه؟ سبع اشهر في مجاز الباب عملت الفيرما كنت متقلق نفسانيا، الراحه بتاعك هي انك تبعد على هالوسط هذايا الفني اللي ما عادش مرتاح فيه. مش نبعد على الوسط الفني بصفه عامه، نبعد على حاجات من الوسط الفني اللي نجم يقلقوا اي فنان في خدمته ينجموا كيما برشا عباد مثال جبت روحي منهم ما نقبلش اني نلقى راحتي اني نمشي للجبل نختلط مع حيواناتي مع حصاني مع كلابي مع عالمي نتفرهد نشيخ نحب نشرب ملعين من نيلاه نحب نطلع للزيتونه نتشعبط كالعصفور نعمل جو نتمسخ بالغبره. اما انت فنان؟ فنان حتى الفنان من حقه انه يعيش كما يحب هو. وين قلقك الوسط الفني؟ خلقني بالكمبيس وبالكمامس وبالتسكير على الخدمة وتجي تخدم يسكروا لك الباب وتجي تحب تعمل حاجة يسكروا هالك وتجي. أما أنت ماكش ساهل زاد. الحمد لله ما كان جيتهم ساهل راهم كلوني حشيش وريش جاب ربي مشني ساهل. فكرت بطل؟ بطل غناء؟ يمكن نبطل اني ما عادش نمشي للتلفاز نبطل ما عادش نعمل انتاجات جدد اما نبقى نغني. وصلت تتعالج عن طبيب نفسي؟ لا مش طبيب نفسي وصلت مده اني معناتها نحيت برشا حاجات مشيت للطبيب انه باش ينصحني باش يوريني شنو نعمل شنو نجم كيفاش معناتها نجم نرتاح من الحاجات اللي كنت نعمل فيهم. نجم تتكلم بوضوح؟ نجم اي. شبيك ماكش تتكلم بوضوح؟ شنو تحب؟
مشيت لطبيب ولا ليه؟ مش طبيب نفسي اني نتعالج اني كمريض ولا كمدبرم ولا بي حاجه. عيب هو ليه؟ مش عيب هيك قلت لموذا قلنا انا بالك شي كنجرب نمشي خل نمشي نعمل جو. مشيت للطبيب. الطبيب شنو هو هذا اللي مشيت له؟ طبيب. طبيب شنو هو؟ طبيب نتاع يشبه نتاع التغذيه كي الكوتش هكا مش طبيب. طبيب كيفاه؟ كوتش الحياه اسمه. كوتش الحياه ولا مدرب الحياه ولا كوتش دي في ولا اسمه. اي مشيت للسيد هذا. اي السيده. السيده السيده هذه ايه. وشنو هو؟ يوريك لي انا نحب نسيه خليت الذكوره ومشيت للمراه. ب وشنو المشكله نتاعك؟ المشكله نتاعي كنت نتعاطى في حاجات هدني ربي ناحيتهم. اما تمشي لطب الادمان. مانيش مدمن لك للدرجه انا باش نمشي لطبيب نتاع ادمان ولا هي امور نفسيه انه حتى الانسان كي يحكي معاك بحاجات باهيه تنجم ما انت تنجم تتفرهد. مانيش مدمن والحمد لله. ما وننصح اي انسان عنده حاجه ينجم يلقى فروحه على بكري وكاو. مخدرات؟ ايه نحيتها جمله؟ نحيتها والحمد لله. ساهل باش نحيها؟ كي تبدا عندك عزيمه قويه وتبدا عندك ايمان بربي و... وتلتجئ للثنيه الاصح اللي هي الصلاه والطهاره و... وقت اللي تحس روحك مستحق انك باش تكونسومي حاجه تمشي تتوضا وتركع ركعتين ربي سبحانه سهله ماهيش صعيبه. منين جبت القوه؟ من عند ربي سبحانه. ونعم بالله. اما القوه هذه منين جبتها فعلا؟ علمتني الحياه اللي ما قريتهاش في المكتب القدا. شنو اللي صار باش انت قمت انسان جديد؟ شفت عباد مساكن ماتوا بالحالات هذيا معناتها ماتوا بال بالغدوز بالمخدرات. شفت عباد تحطمت. شفت عائلات تهردت امورها مشي مريقله. وزيد كيما قلت لك هادي معناتها واحد هذيا معصيه من المعصيات. واحد يعمل فيها كي تراجع ما دام ومازال صغير هكايا خير من اللي يفوتوا التران. واحد ماهوش كاتب عمره في حجره ويعرف روحه باش يقورن. وبيني وبينك معناتها واحد يخاف انه ما يموتش يعبد في ربي ولا يموت يعمل في معصيه نهار اخر باش يقابل المولى سبحانه وتعالى. قوة من عند ربي سبحانه. كاو الكحول كل شيء كل شيء حتى الدخان وليت عاملك الكوتس ولا سوكس ولا سيسم حتى اللي سهل علي ربي نحي الدخان جملة. واللوشام؟ لوشام ولا وصلت حبيت نحيهم. أما كي مشيت باش نحيهم طلعوا يتكلفوا برشا عندي يتكلفوا ياسر ملايين باش نحي الوشام هذايا. مشيت سهلت شيخ يرحم والديك والدي قال لي راهو هما ديجا تعملوا إذا أنت تبت و وتحب ربي مثال اللي يغفر لك ويسامحك تنجم اللي باش تصرف وباش تنحي بيه لوشام هذاكم تصدقوا على الناس ولا تبعث واحد يعمل حاجه ويدعي لك وتو ربي ينظر لك بعين الرحمه. معناتها ما دام حاجه بينك وبين المولى سبحانه وتعالى ماكش تضر في الخلق راهو عندك امل باش ربي يسامحك. الشيخ قال لك هكا؟ اي اي سي بون هو حسي لما في الصدور اذا كان مش يحاسبني ربي باش نحيه ولا مانيش باش نحيه سي قايد في الكراسه. قاعدين نشوفوا في شباشير جديد تصاورك الاخرى في الجامعة. تحب تورينا؟ علاش وريتكم تحبوا واحد يوريكم عامل طاولة وحتى القارورات والخمارات والفازات تعملوا بون كيف كي واحد أنا ما شاء الله ثم ملايين يتبعوا فيه على الانستغرام وعلى الفيسبوك. هذه بوز ولا عفوية؟ شكون؟ تصويرة هذه مثلا هذيك والله تبوزي تبوزي, تبوزي معناتها شدد تحب تحب الصراحة وتقول لهم اجوا صوروني. لا لا تحب الصراحة وإلا هم أخذوك على غرادة. اخذلي 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 تحب الصراحة. صراحة أنا حليت كتاب القرآن بالرسمي وقاعد نقرا في صورة من الصور. أما عارفوا اللي هو بيصور فيا. أما هو يصور على روحه وأنا قاعد نقرا انغمست في الصورة قاعد نقرا. وعلاش هو ميساج باهي ثم برشا عباد والله يا ربي يهديهم. أنا نوجه تحية عندي صديقي في هولندا ما نحبش نذكر اسمه كان من المروجين الكبار. الايامات اللي فاتوا مشيت نصلي انا وياه في هولندا مع بعضنا في الجامعه. كي خرجنا فرحان عينيه مزغله قال لي اول مره في حياتي ندخل للجامع. فرحه لي انا ذاك رساله نوصلها سبحان الله. يكون ربي سبحانه جعلني انا باش نغني ونعمل برشا جمهور يتبعوا فيا على الانستغرام وعلى اليوتيوب ويتعلقوا بي صغار ولا كبار. ينجم يكونوا ثم عباد توا انا متاكد 1000% اللي ثم عباد في جرتي انا ولاو يصليوا في جرتي انا. ثم عباد انا المره اللي فات في ايطاليا حليت لهم مستوجع على اللي ياكلوا في السندويتشات البرا. قلت لهم راهو هذاك مش حلال. ثم ناس مش فاهمتها كي وصلت لهم الميساج بطلوا ما عادش ياكلوا في ما غير ما نحكي على سماهم. توا وليت تصلي حاضر؟
الحمد لله. تصلي الفجر؟ الحمد لله. سنوري في تليفونك؟ مش سنوري، توقيت الاذان مش سنوري. اما كانك في الرياء اكثر. معناتها سامحني، معناتها في الصيف عندك كباريات، ايه، عندك محلات، ايه، فما شرب، ايه، وباش تغني، ايه، جالسه وحامله وشاربه خير من اللي شاربه. اما جالسه؟ ماني جالسه، انا واقفه. هما قاعدين وانا واقف. تغني؟ ايه نغني. تغني؟ اغني لا ادعي الى الخمر يا ابا جهل. تغني؟ تغني يا ابا لهب. تغني؟ تغني؟ ايه يا اخويا تغني. نغني تسكيرهم. الاعمال الاعمال بالنيات. تسكيرهم؟ فاش نسكيرهم اخي؟ هو يزيد كعبتين ونقول له زيد الثالثه من عندي. كيف تغني له؟ كيف تغني له تزيد الثالثه؟ يا خويا هاني نهبط لهم مريره هكا ومريره هكا، واللي يحب الجنه مرحبا بيه، واللي يحب بلهب ويمشي غادي.